تطرق كل من وزيري خارجية تركيا وروسيا إلى القضية السورية والتهديدات الناتجة عن التطرف، وذلك في خطابيهما في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا اليوم الخميس. التحديات الراهنة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطرف العنيف والجريمة المنظمة بحاجة إلى جهودنا المشتركة. نحن بحاجة إلى التركيز على الأسباب الجذرية لهذه المشاكل، ولا يمكننا التعامل مع الإرهاب الدولي أو الهجرة غير الشرعية دون التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائري في سوريا. في الشرق الأوسط وصل الوضع إلى نقطة دمار الخريطة السياسية للمنطقة. الفوضى المتزايدة التي اجتاحت العراق وليبيا وسوريا واليمن أفضت إلى التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يتجلى فيما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. يعد توسع تنظيم داعش التحدي الرئيسي للاستقرار الدولي. لا أحد يستطيع أن يشعر بالأمان إلا بعد القضاء عليه.